السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا بهذا المنزل المستقل، جينا نصورو ابارتمون من منزل مستقل جات في الرهره، قريبه لي ابارتمون ديال مسنان الكولف، وقريبه من قواسم وبالبشير، يعني قريبه من المجاهدين وقريبه من رون بوان ديال طريق الاطلس. كيف ما كتشوفوا وسط الدار المستقله هي هذه، تباعت الدار الاسفلية وتباعت لي في البرومي والدوزيام، والابارتمون اللي باقا اليوم كاينه غير لي في التروازيام ايطاج هي اللي بقات. السعيه ديال الدروج ديالنا هما هادو كيف ما كتلاحظوا، هذه هي السعيه ديال الدروج. وكيف ما قلت لكم هذا الابارتمون اللي باقا جات في الايطاج الثالث، جات من منزل مستقل فيها 58 متر، جات في الرهره حدا اقامات ديال مسنانا غولف، يعني قريبه بزاف الاقامات ديال مسنانا غولف. كما كتلاحظوا في كل ايطاج كاينه ابارتمون وحده، يعني هاد لابارتمون جات من منزل مقل. ودابا نطلعوا باش نشوفوا لابارتمون ديالنا على بركه الله. لابارتمون ديالنا هي هادي، يعني كاينين غير شوما وثلاثه د السكان، يعني كاينين الناس اللي ساكنين في السفلي والبرومي والدوزيام وهاد التروازيام. الصاله ديال الدار هي هادي، كما كتلاحظوا هنا كنلقاو الصاله الخاصه بهاد لابارتمون، عندها الباب ديالها ديال الخشب هو هذا. وعاد مع الدخله على اليمين كنلقاو بيت النعاس الاولاني، ندخلوا نشوفوه. الوسعيه ديالو هي هادي كما كتلاحظوا، لابارتمون باقا جديده عاد تبنات، السقوف ديالها هو هذا كيفاش عامل. كما كتلاحظوا عندها الطاقه ديال الالومنيوم والزاج والريدو، كتطلل على هذا المنظر. كيف ما قلت لكم هذا لابارتمون راه جات من منزل مستقل، جات في الرهره قريبه لي زابارتمون ديال مسنانا غولف وقواسم وبالبشير. المساحه ديالها 58 متر، بقات غير لي في التروازيام ايطاج. هنا كنلقاو الصاله ديال هاد لابارتمون، فيها طاقه كبيره هنايا، والوسعيه ديال الصاله، سقوف الصاله هو هذا كيفاش عمل. الوسعيه ديال الصاله هي هذه كما كتلاحظوا، جات الصاله طويله السقوف ديالها هو هذا. هاد هنا كنلقاو لون بلاسمون ديال التلفازه، يا اما ديروها هنايا اولا كاين هاد لون بلاسمون ديال التلفازه اللي حدا الباب، يعني ليكم حيت الاختيار فين تستغلوها، يعني كاين بريزيت الضو كاين كلشي. كما كتلاحظوا الدار ضاويه تبارك الله، داخلها الاضاءه. كما قلت لكم المساحه ديال هاد لابارتمون اللي جات منزل مستقل، مساحه ديالها 58 متر، والثمن ديالها راه جد مناسب. هنا كنلقاو القوس ديال اللي فيه الكلوار ديال القبص، فيه الكلوار ديال جمع الحمام والطواليت والكوزينه وبيت النعاس الثاني. السعيه ديال الكوزينه ديالنا هي هذه، كنلقاو بانها راه مزلجه حتى للسقف، والسقف ديالها هو هذا كيفاش عامل. فيها حتى هي الطاقه ديال الالومنيوم بالزاج، وعاد فيها لورنيه.
دابا نشوفو الحمام والطواليت وبيت نعاس تاني. الحمام ديال هاد لابارتومون هو هذا، الوسعية ديالو هي هادي. كنلقاو بأنه راه مزلج حتى للسقف، والسقف ديالو هو هذا. كيفاش عامل؟ يعني هنا كاين لومبلاسمون ديال لافابو بالمراية ديالو، وعاد حداه التواليت والدوتشة. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات في الرهره، بقات اللي في الايطاج الثالث، فيها 58 متر. بيت نعاس الثاني هو هذا، السعي ديالو هي هادي. طاجيكم بيت ديال العائل، اولاد العائله. السقف ديالو هو هذا، كيفاش عامل؟ وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات في الرهره، قريبه الاقامات ديال مسننه غولف، وقريبه الاقامات قواسم وبالبشير. وهاد هاد لابارتمون كتبقى قريبه المرجان بزاف، وقريبه لرونبوانتي اطلس، قريبه لفالفلوري، يعني مواصلات النقل كاينه. حداكم دي فارماسي، حداكم بقاقل، وكتبقى حتى جميع المرافق العمومية حداكم، والمدارس والإعداديات كلشي حداكم. دابا نطلعو باش نشوفو السطح الخاص بهاد لابارتمون، لي كيف ما قلت لكم جات من منزل مستقل، يعني نتوما كيبقى قريب ليكم عاود السطح. الوسعية ديال السطح ديالنا هي هادي. كيف ما قلت لكم الناس ساكنين في السفلي والإطاج الأولاني والثاني. والميزة اللي كاينة في هاد السطح عاود أنه كاين الروبيني ديال كل أبارتمون، يعني كل ساكن عنده روبيني هنايا اللي كيقدر يتحكم فيه من التحت، يعني ما تحتاجش يطلع التيو حتى السطح. يعني الذبيحه تكون هنايا، بغيتي تصبن شي حاجه تصبن هنايا، يعني كتبقى هاد الفكره ديال الروبيني ديال كل ابارتمون مسطح فكره مزيانه. كيف ما كتشوفوا الاطلاله اللي كاينه من السطح هي هادي، كتطل على طنجه كامله. كيف ما قلت لكم الناس هنايا راه ساكنين، حداكم مدارس، حداكم اعداديات، يعني جميع المرافق العموميه قريبه حداكم. كيبقى قريب لكم مرجان ديال طريق الرباط، وحداكم يعني على رجليكم تقدروا تخرجوا الاقامات ديال مسننه غولف وقواسم وبالباشير. هادو كاملين مجمعات سكنيه اللي هي معروفه، وكتبقى قريبه لهاد البلاصه اللي فيها هاد السكان. ولابارتمون كيف ما قلت لكم راه مشات اللي في السفلي والبروميير والدوزيام، بقات لنا غير اللي في التروازيام. ما كتلاحظوا حتى البحر راه كيبان لكم من هنا، يعني بزاف د الناس كانوا كيطلبونا على دي زابارتمون من منازل مستقله ويكون الثمن ديالها مناسب. وكيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جات في الرهره، قريبه اقامه مسننه غولف واقامه بالبشير، فيها 58 متر. جات في الايطاج الثالث، موليها كيطلبوا فيها 28 مليون. اذا عجبتكم وبغيتوا تجيو تشوفوها مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا في الارقام اسفل الفيديو، وان شاء الله ما يكون غير خير. اذا عجبكم هادشي اللي كنعملو وبغيتو نجيو نشوفو الديور ديالكم تحطوهم للبيع او للكرا، مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا في الارقام اسفل الفيديو، وان شاء الله ما يكون غير خير. نتمنى تعاونونا بجيم وابوني وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد من الناس، وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالنا.
الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين، نهاركم مبروك، وما تنسوش باننا ديما في الاستماع ديالكم، يعني طلب كان عندكم مرحبا.